فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس الدوري للكوميسا إكسلانس أندري روجولينا بريزيدان دي لا ريبوبليك دي صاحب مدغاسكار الفخامة دي أندري بريزيدان سورتان دي لا كوميسا جولينا إكسلانسيز هيد رئيس أوف ستيت أند جمهورية جوفرمنت مدغشقر، السادة الرؤساء مدام الدولي سكرتير جنرال أوف كوميسا والحكومات، السيدة كوميشنرز أمين أوف عام كوميسا ليديز أند جنتلمان. كوميسا، First of سيدتي all, وسادتي، let me congratulate His Excellency عبد الفتاح السيسي, اسمحوا لي بتهنئة President of the Arab Republic of Egypt and incoming Chairman of COMESA أهنئ Ethiopia, الرئيس عبد who is الفتاح also السيسي kindly كرئيس hosting للكوميسا. this session نشكره in على Cairo. استضافتي هذا I المؤتمر also في want to القاهرة. recognize His Excellency Andry إذ نعبر Rajoelina, عن President of the تقديرنا Republic of Madagascar, لرئيس مدغشقر and our الرئيس أندري outgoing Chairman روجلينا of والرئيس COMESA المغادر Authority لسلطة for his الكوميسا. leadership نشكره during his على tenure. قيادته ورئاسته في Allow me also فترة to greet الرئاسة the head of السابقة. state and أيضا government نتقدم who through your بأعطر presence التحية here للسادة today الرؤساء ورؤساء testify your الحكومات commitment to لحضوركم making اليوم، COMESA وهذا يؤكد a على timely التزاماتكم regional economic community. حتى تكون الكوميسا Finally, I would like to express my مؤسسة أو gratitude منظمة تتسم to بالحياة في Madame المنطقة. Silesye إذ نتقدم Mpuntu بالشكر أيضا Katutu, للأمين العام لكوميسا Secretary General of السيدة COMESA, شيليشي كابويبوي. for inviting the African Union نشكرها Commission لدعوة to مفوضية الاتحاد participate at this الأفريقي 21st للمشاركة of في the هذه main القمة session of the COMESA 21 Summit of Head of State and للكوميسا. Government. Excellencies, ladies and gentlemen, أصحاب السعادة this السيدات summit والسادة، إن هذه is being القمة held in a particular context, يتم عقدها marked by الحقيقة the في ظروف COVID-19 pandemic, خاصة with جدا its continuing بسبب negative جائحة public health كورونا والتي تؤثر and على الصحة socio-economic العامة impacts وأيضا on our النواحي countries الاقتصادية and our والاجتماعية economies. في دولنا وعلى Despite these اقتصادياتنا. existential challenges, ورغم هذا I am happy to التغير note that our الكبير، continent ولكن يسعدني أن أقول بأن continues to القارة show great الأفريقية resilience. تواصل صمودها Here I want to بطريقة salute رائعة. وهو the في هذا الصدد remarkable work أهنئ of Africa على جهود CDC كبيرة within the framework of the للسي دي continental سي الأفريقية في strategy إطار against الاستراتيجية COVID-19. الأفريقية لمواجهة However, الجائحة. the issue of access to ولكن vaccines مسألة النفاذ remains والحصول a على major اللقاح source of concern أحد for the continent. الشواغل الرئيسية Today, لنا. واليوم only 6% هناك of the 6% African population فقط من has received الأفارقة a قد dose of any vaccine. استطاعوا الحصول على هذه The الجرعة regional من هذا economic اللقاح. communities, إن together with the الكتل African الاقتصادية Union, الإقليمية must والاتحاد continue to الأفريقي mobilize كلنا efforts علينا نحشد towards the جهودنا local production of نحو vaccines. الإنتاج The المحلي للقاحات. entry بالطبع establishing the إن African المعاهدة Union تؤكد على دعم existing المؤسسات الصحية لدعم الآليات الصحية الطبية، مثل مثلا الحصول على لقاح وأيضا الشراكة من أجل تصنيع لقاح الأفريقي. أصحاب السعادة السيدات والسادة، إن محور وشعار هذا المؤتمر في ذلك الصمود وأيضا التكامل الاقتصادي الاقتصادية تلتصق مع برنامج الذي اتفقنا عليه في القمة العشرين السابقة في يوليو 2018 في لوساكا. وهذا بالطبع يلتصق مع طموحات الكوميسا، وهو رقمنة عملية التكامل الاقتصادي للدول الأعضاء. Integration program, هذا البرنامج الخاص بالتكامل وخاصة فيما يتعلق بتيسير التجارة وأيضا حركة الأفراد وأيضا السلع بالمنطقة تم إبطاؤه من قبل جائحة كورونا. ونتمنى أن تقوم هذه القمة بإحياء الزخم الخاص بهذه المرحلة. والكوميسا من خلال أنشطتها المختلفة وأيضا جهودها في إطار التكامل الاقتصادي قامت بإعداد وضع الأسس الخاصة بمنطقة التجارة الحرة في القارة الأفريقية. وأغتنم هذه الفرصة of vision between the African Union and لأؤكد COMESA, أم وأمتي الرؤى بين المنظمتين، ومع هذا يركز على الاختراط الاستراتيجية فيما يتعلق بالمساواة الجنسانية من قبل الكوميسا وتدريب الشباب أيضا حول المحور الرئيسي للقارة الأفريقية.
وأتمنى أن تقوم المفوضية وجميع المجتمعات الاقتصادية أن نضم جهودنا لبناء أفريقيا التي نريدها حتى نضمن حياة طيبة خالية من الخوف وخالية من الفقر والمعاناة الشعوب الأفريقية. ومن خلال جهود حكوماتنا وإصلاح الاتحاد الأفريقي الذي اعتمده الجمعية العمومية، قامت باعتماد البروتوكول المراجع للاتحاد الأفريقي وفيما يتعلق بالمجتمعات الاقتصادية، وتم إنفاذه في نوفمبر من هذا العام، وذلك بعد إطلاق سنسا. إن بقية الكتل الاقتصادية التي لم تفعل ذلك نطلب منها التصديق على هذا البروتوكول. وأيضا تقسيم العمل بين المنظمة العمل الدولية وغيرها من المنظمات من إعداد هذه الجهود يتم القيام بها الآن حتى يكون هناك مزيدا من الكفاءة في الأنشطة المشتركة بين هذه المنظمات. أصحاب السعادة، من خلال جهودنا تحقيق طموحاتنا حول الأهداف المشروعة، علينا أيضا أن نتناول الشواغل الخاصة بوجود تغييرات كثيرة في الحكومات دون وجود أسس دستورية على ذلك، وأيضا نأخذ في الاعتبار الاستقرار الاجتماعي في المنطقة حتى نضمن استقرار شعوبنا وجهودنا نحو التنمية. من واجبنا أن نحشد جميع جهودنا لاستعادة السلام في دول الأعضاء، وأيضا أن نركز على الاستقرار، وهذا هو الروح الرئيسية للاتحاد الأفريقي في مواجهة مشاكل أفريقيا. شكرا جزيلا على حسن استماعكم، وأتمنى لكم مناقشة مثمرة.